هي المانيفستاسيون باش تكون نهار الاحد مع العشرة نتاع الصباح بين لوتوريزاسيون من وزارة الداخلية باش تكون وقفة احتجاجية باش يحضروا فيها برشا عباد باش نطالبوا ساعة أول حاجة بتحسين الوضعية نتاع بلفيدير اللي هو معناتها تحسين الوضعية يعني مش خاطر مات التمساح وكهو ذيك تدخل في عقلية الشعب التونسي أما الوضعية المزرية اللي قاعدين يعيشوا فيها الحيوانات تو في بلفيدير يعني تكلمنا عليها برشا ومشينا لبلفيدير برشا مرات وحكينا مع المسؤولين وديما توجور فماش حتى ريبونس فهمتك دونك نحن اليوم نطالبوا انهم يحسنوا وضعيه الحيوانات الموجودين في بلفيدير ويوقفوا قتلين الكلاب في الشارع توجه